كان ايام ديال الابحار ما كيتعداش يومين ولا كتسكن في المغرب. في المغرب تقريبا كاين واحد 15000 في لوكا ولا ديال السيد التقليدي كاين يسمى بالسيد الساحلي هو اللي كاين هنا. زدت انواع العوامل ديال السيد شنو هما شكون اللي كيقدر يقول لهم ليا كاين السيد التقليدي والسيد الساحلي وكاين السيد فعال البحار. ما كاينش السيد فعال البحار هنا ما كاينش السيد فعال البحار. كاين واحد النوع اخر هو ديال السيد المزاري ديال التونه الحمراء ما كاينش في نطاق اخرى غير ما بين القنيطرة حتى القصيمة. إذا كاين السيد الساحلي وعاد كاين السيد بأهل البحار اللي كاين خاصة في طنجة وكاين في مناطق الجنوبية. بالنسبة لبعض الإدارات اللي كتشتغل مع قطاع السيد البحري